رقم 17. تذكر اسمي في أكثر من مناسبة بعد أن أتممت مداخلتي ورئاسة الجلسة ما وقفت حتى حد تعرض لي بالاسم، لكن في نهاية آخر مداخلة تعرض لي اسمي واسم شخص تونسي مواطن كامل الحقوق والواجبات. نحب نحمل المسؤولية لوزير الشؤون الدينية على أي مكروه يصير الهشام بن صالح. هشام بن صالح إنسان محترم يقوم بالعمل متاعه في إطار القانون وعنده رسالة دكتوراه يحضر فيها. قاعد يتعرض لهرس كبيرة من هشام قريسة رئيس جامعة الزيتونة اللي توك تجي وزيرة التعليم العالي تو نحكي لكم شنو العمل والقضية الخطيرة اللي متعلقة به. اليوم اللي جاء على لسان النائب هذا يتسمى تهديد لموظف قاعد يقوم بوظيفته، خاصة وأنه هشام قريسة عمل عليه مقال كبير الكل سب وشتم وسلب، واليوم يجي نائب من نواب الشعب يجي يتعرض له بالاسم، وهذا يتسمى تسييس للإدارة، وهذا يتسمى مس من حقوقنا المكتسبة في التعبير على أفكارنا. ونحب نسجل احتجاجي الكبير على المنطق التكفيري اللي كنت نسمع فيه أنه الناس اللي هما ضدهم راه ما يؤمنوش بالله وراه ما يحبوش يسمعوا ذكر الله أمامهم. والحاجة الثانية تعرض لي بالاسم، تعرض لي وقال عبير موسي. إذا المنطق التكفيري هذايا ماهوش أول مرة يصير، وتسكتوا عليه ويحكيوا اليوم على مناهضتهم لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية معناها صراحة أمام العموم. عندكم نواب شعب خدمتهم مناهضة مجلة الأحوال الشخصية وهذايا سجلوها، وعندكم نواب اللي مجدوا في القرضاوي اللي مصنف إرهابي وبالتالي تبييض الإرهاب مرة أخرى تحت قبة البرلمان. سجل يا تاريخ ولا نسكت عن ذلك. سي نور الدين البحيري، 5 دقائق، نقطة نظام. سي محمد العفاس، أربعين مقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أحمل السلامة الجسدية للسيد هشام بن صالح وللأخت عبير موسي لها شخصيا، لأنهم هم من احترفوا تشويه خصومهم وافتعال الأزمات ثم تلفيقها لأعدائهم. ربي يحفظ السيد هشام بن صالح وربي يحفظ الأخت عبير موسي. سلام. طيب شكون؟ زياد الهاشمي. كلمات التسامح تعجبنا. طيب تفضل. نعم. طيب المقعد 109. سيادة الرئيس، يعني حبيت نبالغك انه زميلي قال لك محلى ضحكتك سيادة الرئيس. سيادة الرئيس حبيت طيب في موجة التحرير. يلا عبير اسكت نكلم. اخت عبير اسكت نكلم. في موجة التحرير اللي قاعدة تصير حبيت زاد نحمل المسؤولية للناس اللي تحرض على علماء الأمة السيد القرضاوي، يعني أي حاجة تصير له فالمسؤول واضح. تفضل سيادة الرئيس. تفضل. أعطينا شكون يضحك في النهاية عندما تنتصر تونس. هذه يتسمى تبييض مجددا للإرهاب، وهذه تتحمل عليه المسؤولية الدولة التونسية إنها تسمح لهذا القرضاوي وتنظيمه الإرهابي الداعي إلى القتل وإلى التراجع على مجال الأحوال الشخصية وغيرها تسمح له بالتواجد. مش نقطة نظام هذه، مش نقطة نظام. طيب سيد سيد مختار اللموشي، الرجاء نقاط النظام تلتزم بالقانون.